مساء الخير عليكم. يمكن كانت واحدة من أهم تبعات المرحلة الانتقالية هي المرأة وقضايا المرأة وتفعيل دور المرأة في المجتمع. يمكن شفنا في خلال المرحلة الانتقالية إزاي لم يتم إشغال المرأة للمناصب السياسية بشكل كافي، لم تمثل في البرلمان حتى بشكل كافي. كان في البرلمان الحالي 4 نساء بيمثلوا النساء المصريات جميعا، بل وبالعكس كمان بدأوا يعرضوا بعض القوانين اللي شافت كثير من النساء المصريات إن هي ضد المرأة تماما وإن هي بترجع إلى الوراء يمكن 20 سنة أو 10 سنين وبترجعنا لعهد عانينا فيه، ويعني عانت الكثيرات من النساء المصريات عشان يحصلوا على مثل هذه القوانين. كان من أهم القضايا اللي طرحت من خلال يعني الإسلاميين واكتساحهم كانت قضية ختان الإناث، واللي كانوا بيحاولوا ينشروا هذا الفكر وعلى أساس أنه هو يعني سنة أو يعني نهج ديني، على الرغم من أنه هو بيسبب الكثير من المشاكل للفتيات. عشان كده مركز قضايا المرأة المصرية قرر أنه هو النهاردة ينظم هذه الندوة اللي يتكلم فيها عن أهم قضايا ومشاكل المرأة وتحديدا ختان الإناث، وهيكون في حالات تعرض مشكلاتها وتتكلم عن قد إيه كان ده بالنسبة لهم شيء سلبي مش إيجابي، وعشان كمان يلفتوا نظر المجتمع العام والمجتمع السياسي للقضايا والمشاكل الهامة فعلا للمرأة عشان يأخذ ذلك في الاعتبار في حين وضع الدستور أو يعني للرئيس الجديد وخطته وطريقة إدارته للبلاد. خليكم معنا لحظة بلحظة. كل الشكر لهذا الجمع الذي الذي هو موجود على اليوم، وكل الشكر طبعا لمركز قضايا المرأة المصرية لتنظيم مثل هذا، يعني انه منظومة او الكل كده يعني ما يتعلق بقوانين المرأة او القوانين الأسرة، دعنا نقول قوانين الأسرة، لكن بالذات موضوع ختان الإناث ده يخص المرأة في الدرجة الأولى يعني. لكن يبدو أن هناك مراجعة شاملة لقوانين الأسرة، وليس سراً أن أقول اليوم كان معروض على بحكم أنني عضو في مجمع البحوث الإسلامية، كان معروض اليوم في مجمع البحوث الإسلامية 3 موضوعات متعلقة بقوانين الأسرة النهاردة محالة من مجلس الشعب. المتعلق الأول بسن الحضانة ومشروع بقانون مقدم بقى 7 و9، 7 سن 7 للولد و9 للبنت، وأيضا مشروع الولاية التعليمية، وحضرتك عارفين طبعا الولاية التعليمية، والأزهر ومجمع البحوث الإسلامية كان له رأي في هذا الموضوع، لكن بيطرح مرة أخرى ومرة ثالثة أو موضوع ثالث اللي هو الموضوع المتعلق بالخلع. كل هذه الموضوعات مطروحة الآن مجلس الشعب، المفروض أنه ستعرض على مجلس الشعب كمشروعات قوانين يوم الأحد القادم، ومطلوب رأي الأزهر ورأي مجمع البحوث الإسلامية. طبعا حضراتكم هتشوفوا في الصحف غدا أن المجمع أكد على قراره السابق يعني أنه لا، سن الحضانة كما هو وليس هناك ردة إلى الوراء، ليس هناك، لأن دي مسألة اجتهادية مصلحية. أيضا الولاية التعليمية، بس الولاية التعليمية الأزهر كان له رأي فيها ومجمع البحوث الإسلامية، وهو أنه قال أن الولاية التعليمية للأب على أساس أنه له حق الولاية على النفس، لكن مشاركة الأم وجوبا فيها، لأن ده كان قانون الطفل كان يتكلم عنه. والموضوع الثالث الخلع، طبعا الخلع تمسك الأزهر أو مجمع البحوث الإسلامية أن الخلع يظل على ما هو عليه، الخلع لا تغيير فيه، لأنه لكن في مشروعات الحقيقة كانت تريد غير ذلك. دعنا نرى بقى ماذا ستسفر الأيام عن إيه. وطبعا في هذا الإطار جاء موضوع الختان، وموضوع الختان طبعا قضية كان يتصور أنها حسمت كما قلت، لكنها عادت إلى الوجود، ولا أدري يعني هي أساس الختان الإناث قضية أساسا عادة موجودة ومورثة في الدول الإفريقية. وللعلم حتى البعض ربما يندهش يعني من الناحية الشرعية لا يوجد نص من القرآن الكريم حول ختان الإناث، ونحن عندنا كده. أنا أساسا بحكم أن أنا أستاذ شريعة إسلامية، المفروض الحكم يا إما يكون واجب يا إما يكون مندوب يا إما يكون مباح يا إما يكون حرام يا إما يكون مكروه، ده الأحكام اللي احنا لو نظرنا بقى المفروض هل الختان فرض ولا واجب، هل الختان مندوب، هل الختان مباح. الحقيقة من قال من العلماء قال إنه مباح، يعني المجموعة بعض العلماء قالوا إنه مباح، لكن لم يقل أحد بأنه فرض، لأن الفرض معناها إيه؟ فرض يعني يتحتم فعله ويأثم تاركه، يعني بالضبط زي الصلاة. هل حد يقدر ما يصليش؟ لا، حد ما يقدر مسلم ما يقدر يعني يستطيع أن يقول لا مش هصوم؟ هذا فرض.
والواجب ايضا. المندوب ما يساب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني حاجه افضل انك تعملها ولو تركتها ما فيش اسم عليك. معنا نوسة، هي البنت اللي قامت في المؤتمر حكت قصتها وحكت قد ايه العواقب بتاعه الختان عليها، يعني كانت سيئه. اهلا بيكي يعني، وبنشكرك كمان لجرأتك. يعني ممكن تحكي لنا بقى اكتر عن، يعني تفهمي الناس قد ايه عانيتي بسبب الختان، يعني لو ينفع تحكي لنا يعني ليه حصل ده معاكي، او يعني كنت سنك قد ايه ولما كبرتي شفتي ده ازاي؟ اول حاجه انا سني دلوقتي 23، لما حصلت عمليه الختان كنا عندي 12 سنه يعني، و12 سنه طبعا زمان شويه بتبقى البنت غير دلوقتي. ممكن دلوقتي لو عارفه بس وهايفين كده، بس بتبقى مدركه وكبيره وكده، يعني حصل لي في سن كبير. اول حاجه انا حصل الختان في منطقه ريفيه، لان انا عايشه هنا في مصر وكل حاجه، بس والدتي خدتني هناك بحيث ان اهلها هناك وعايشين هناك وكده. وحصل عملية الختان، واللي عمل لي عملية الختان دكتور كبير كمان، متخرج من كلية الطب يعني ومعاه شهادة، المفروض يعني ان هو سمعته كويسة وكده. وفي خلال يعني اول حاجة في عملية الختان، ان هو المنطقة المفروض اللي هو بيختنوا اللي هي الدكتور قال جوه في المؤتمر عنها اللي هي الباز، تخيلي ان السرنجة حقن نفسها في المنطقة دي بتتاخدي، فدي اول حاجة بتبقى صعبة جدا. تاني حاجة ان انت طول عمرك كبنت ما بتتعريش على حد غير والدتك، فتخيلي اول ما تتعري على دكتور دي بتبقى صعبة جدا، وفي نفس الوقت عارفة اللي بتتربطي زي كأن حيوان هيتذبح بالظبط كده على كرسي ونظام كده. دي اول حاجه تبقيش متبنجه، ما بتبقيش مش في وعيك. لا مش بتاخدي بنج كلي، انا بتبقي في وعيك. ايوه انا شايفه كل حاجه، شايفه اللي بيحصل. انت تخيلي ان انت شايفه بعينيكي، عارفه اللي بيتعمل لهم عمليه قيصري وبيقولوا احنا بنشوف واحنا كده، بياخدوا بنج نصفي. ده نفس بالظبط اللي حصل في منطقه البازل الدكتور قال عنها. انا فعلا خدت البنج في المنطقه دي وانا صاحيه، وبعدين في الحركه وكده وهم كانوا ماسكيني ضربت الحاجه برجلي اللي هي المفروض العده بتاعه الدكتور، وقعت كلها في الارض، وبعدين جدتي ضربتني والقلم مش عارفه اعرف الحاجات اللي زي كده. فانت بتشوفي بعينيكي حاجة بتتقطع فيكي، تشوفي الدم ينزل منك، وما كانش زي ما تقولي اللي هي مثلا ان انا اصلا ختان ولا اي حاجة من دي. فحصل نزيف، والدكتور وقتها خيط بسلك وما قالش الاهل خالص ولا كأن اي حاجة، وحط قطني ولا كأن اي حاجة حصلت، وروحت البيت وعادي. وفضلت فترة حوالي سنتين او ثلاث سنين بالظبط في فترة معانا ان السلك يفك. يعني تخيلي انت مثلا لما بيحد بيعمل عملية ليه فترة معينة وبعدين بيروح للدكتور تاني عشان خاطر في كل السلك، لا ده ما حصلش. لا هم اصلا ما قالش، لان لو قال انا مثلا ده انا عملت حاجه غلط ومعلش اصلي خيطت لها بسلك عشان خاطر حصل نزيف، لاني مش هم بالنسبه لي مش اول بنت في العيله، يعني كان حصل قبل كده كده، فعارفين يعني يا اختان ويعني ايه البنت كده، فاهماني؟ فبالنسبه لي ما قالش ان هو الجريمه دي ان هو عملها، وفي نفس الوقت عشان هو دكتور واعي وشاطر جدا لحق نفسه، لان وقتها كان ممكن النزيف ده كان قضى عليا وكان موتني، فخيطه بسلك وحط على الجرح قطن وحاجات زي كده وخلاص على كده خلص. والمعاناة بقى معايا انا كبنت مش كمع اهلي بقى خلاص، كأنا ان خلاص بعد ما بيحصل ما حدش بص عليك ووالدتك بتتكسف منك لان انت كبيرة وخلاص بتعيشي مع نفسك مادام انت بقيتي كويسة وخلاص. المعاناة بقى ان فترة السلك اللي فكت، وفي فترة ما بعد السلك ان المنطقة دي حصل لها تشوه كامل. عارفة يعني ايه تشوه؟ يعني بالظبط ان انت شايفة طلع صوابع دول، المنطقة دي بقت عاملة كده بالظبط بالظبط كده. تخيلي انت عايشه كانك انت ولا شايفه نفسك ست ولا شايفه نفسك راجل. طيب انت دلوقتي متجوزه ومعاكي ولدين، يعني انا عايز اسالك يعني هل انت دلوقتي مشكلتك مع الختان ان انت كان حصلت لك الحادثه دي بشكل خاص، ولا حتى لو ما كانش حصل لك ده في معاناه تانية ليها علاقه بالعمليه نفسها بقى؟ اولا هي المعاناه حصلت في الوقت ده كله، وبعد كده كمان المعاناه حصلت بقى في اول سنه من الجواز، يعني عارفه الخوف ان حاسه ان المنطقه دي كان حاجه اصلا مش مشرفه ليكي، حاجه عيب فيكي ما ينفعش حد يقرب منها، حاجه لدرجه ان حصل مشكله جامده بيني وبين جوزي بسبب الحكايه دي، وكنت بخاف قوي، وحصل عبل يعني كعيشت حياه زوجيه عاديه، يعني خدت وقت طويل قوي، خدت وقت طويل قوي عبل ما بقيت كويسه وتمام، وحسيت كزوجه كبني ادم لا انا تمام كل حاجه. وفي نفس وبعد كده حصل حاجه كده زي ورم في المنطقه دي، منطقه الباز كلها اصلا عندي اتشالت بتشوهات بكل حاجه فيها، يعني ما بقتش اصلا موجوده الحمد لله.
طيب بس. يعني كمان الدكتور قال من ضمن العواقب الطبيه انه بيحصل عدم اشباع جنسي على الرغم من وجود الرغبه، هل ده حقيقي؟ هل بتعاني من ده؟ هو فعلا وقتها كان حاصل دوا، كان فعلا كنت يعني، بس هل ده ما بيستمرش معاكي طول العمر يعني بيعالج؟ انت دلوقتي حاليا تعتبري كويسه زيك زي حد ما عملش ختان، ولا لسه في حاجه دايما مختلفه؟ هو اللي موجود في النفس، جوه في نفس كبني ادم كطفله، انت بالنسبه لك حاجه، عارفه اللي اتاذيتي، حاجه اتذبحت فيكي، حاجه مش عارفه اوصفها قوي، بس هي حاجه بتبقى جوايا. انا عارفه عن الذكريات اللي بتبقى وحشه، هدي من ضمن الذكريات، بس كانا كمان بعد العمليه الاخيره اللي انا عملتها بقيت تمام وكويسه ومفيش اي حاجه، بقيت يعني عايشه حياتي طبيعيه. بس في الفتره الاولانيه ما كانش بيحصل، عملت شباب ما كانش بحس باي حاجه، كان جوزي نفسه ساعات بيلاقي مشكله معايا انا شخصيا في الاول برده، بس بعد كده يعني مع الوقت وكده بقيت تمام، بقيت كويسه الحمد لله. بس المشكله ان لسه جوايا برده كطفله العقده النفسيه الاساسيه، ان انا حسيت ان زي ما قلت لك في الاول كاني بقره بالظبط، حطيتيها وربطتيها وفي الاخر دبحتيها من غير وجه حق اصلا. هو بالظبط هو ده يعني هو اصلا عشان خاطر حتى ما الكلام نفسه مش هقدر بردك اعبر عنه، لان وقتها كان الوضع نفسه كان صعب، وفي نفس الوقت ان انت تعيني جواكي كل ده وتخزنيه وما تقدريش تتكلمي عنه، لان انت بنوته عيب تتكلمي عن الحاجه دي، ما ينفعش، ازاي تتكلمي عنها ومش عارف ايه وايه وايه، ما تقدريش حتى تقولي ان انا موجوعه، لا انا في حاجه، عارفه يعني ايه سلك يبقى فيكي؟ تخيلي بس حد بيعمل عمليه بيفك السلك بعد فتره معينه، خلي ده بقى يعيش معاكي 3 سنين، يروح حته 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 حته، ده عازم، وفي نفس الوقت ما تتكلميش. فبالتالي انا جات لي الجراءه دلوقتي ان في المؤتمر ان انا حابه ان انا اصرخ، اطلع بقى اللي جوايا خلاص، عارفه اللي هي عمليه انفجار، فبالتالي خلاص الازمه اللي جوايا ما بقتش موجوده، لان انا طلعت اللي جوايا خلاص، القنبله اللي كانت جوايا موقوته انفجرت، فبالتالي خلاص. توصلي الرساله لكل بنت عندها جواها القنبله دي، لكل اهل هيعملوا كده في بنتهم، تقولي يعني تقولي ايه للبنت اللي كانت زيك قبل ما تنفجري في المؤتمر، وتقولي ايه للاهالي اللي لسه هيعملوا كده في بناتهم؟ اول حاجه الاهالي، مش بقول حرام اكتر منه، تخيلي انتوا نفسكم ان انتوا بردك كأم كنت في يوم من الايام بنوته وكده زي بنتك دي، كان ليكي حق بردك في نفسك ان انت تقولي لا، فانت تخيلي بنتك دي هي انت، وقولي لا، قولي لا زي اللي انت كنت نفسك تقوليه زمان، قولي لا، انسي ان دي بنتك، تخيلي ان هي انت، الزمن بيرجع ليكي لورا تاني وانت لسه صغيره كده ونفسك تقولي لا، قولي لا عشان خاطر بنتك، تحد اي حد، تحد التقاليد، تحد الظروف، تحد اي حاجه عشان خاطر البنوته دي، عشان خاطر في يوم من الايام نفسها ما توجعهاش، وفي يوم من الايام تعدي وتقول لك لا. مش حاجة بسيطة على فكرة، يعني هي حاجة كبيرة قوي، لأن المشكلة إن البنت دي في يوم من الأيام هتكبر وهتلومك، وغصب عنك على فكرة كمان في حاجة، إن البنت ممكن تعامل بعد كده والدتها، في كتير قوي أزمات بتحصل ما بين الأم والبنت، والأم تقول إن السبب بنتي مش بتحبني، طب هي مش بتحبك ليه؟ قعدت في مرة سألتيها الحاجات البسيطة دي اللي أنت بتعمليها فيها وشايفة إن لا ده تقاليد وده عادي وعادي وعادي زي أي أم؟ بالعكس، في بنات كتيره بتشيل ده جواها، بتشيله جامد قوي، وما بتحاسبش مامتها بالكلام ومش بالعتاب، بس بعينيها بافعالها. طب والبنت اللي بقى في الحاله دي تنصحيها بايه؟ البنت اللي في الحاله دي، احنا دلوقتي البنات ما شاء الله يعني بقوا غير زمان برضك، عارفه كل سنه بتعدي بيحصل فيه تطور شويه للبنات، يعني انا لو كنت انا من بنات الجيل ده انا كنت مش ممكن، انا كنت عملت حاجات كتيره جدا، ليه لو طبعت جريئة؟ فبالعكس البنت تقول لا وتأصر على ده جدا، ايا كان هتتضرب هيحصل هيسوي اي، مش مهم يحصل ايه فيها، المهم ان هي حاجة جواها ما تتكسرش، لان فعلا اللي بيتكسر ما بيصلحش، زي بالظبط يعني العرض مثلا ده زيها زي ده بردك. بالنسبة للاهالي تخيلوا اللحظة ان البنت بالنسبة لها بردك حاجة زي كده زي العرض عندها، حاجة قطعت فيها خلاص خلصت مش هترجع تاني، هتبقى موجودة معاها لحد ما تموت.
يمكن في ظل برضو انتشار الإسلام السياسي بدأ يبقى فيه يعني بعض اللخبطة عند الناس، في زي مثلا قضية الختان بالضبط، هل هي حلال هل هي حرام، هل هي أصلا سنة أو لا، كل الحاجات دي. ولكن خلينا نرجع دايما لأصل التشريع اللي كنا كلنا دايما بنعتمد عليه، سواء دار الإفتاء أو الأزهر الشريف. عشان كده معانا الشيخ حمدي الكلحي، هو وكيل سابق لوزارة الأوقاف، يعني ممكن يقول لنا أكتر عن الناحية الدينية. أهلا بحضرتك يا شيخ. يعني من الناحية الدينية، هل الختان هو حلال، هل هو حرام، هل هو سنة، يعني وضعه الديني عامل ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في كل ابتداء، والحمد لله رب العالمين في كل انتهاء، واشهد ان لا اله الا الله ليس له ابتداء وليس له انتهاء، واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا مولانا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اخوانه من المرسلين والانبياء ومن والاه، وبعد، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فحديث الختان ليس عليه إجماع، وقال العلماء أنه حديث ضعيف، وقيل أيضا أنه قيل في مجال التعليم وليس في مجال التشريع، والتشريع لا يؤخذ بالحديث الصحيح. ولذلك القواعد خمسة، القواعد في القرآن كله والسنة كلها خمسة. هو أصلاً حديث الختان، يعني ختان للإناث تحديداً ولا الختان عموماً؟ لأنه ختان الذكر ما فيهوش مشكلة، الختان المذكر ما فيهوش مشكلة، إنما الختان في الإناث. حديث الضعيف اللي بتكلوا عليه، اللي بيقولوا عليه قال: أخفضي ولا تجوري. لكن هذا الحديث ضعيف، فلا يؤخذ به في التشريع نهائياً تحت أي ظرف. فلكن القرآن الكريم والسنة الصحيحة فيها خمس قواعد: أمر جازم، أمر غير جازم، نهي جازم، نهي غير جازم المباح. الأمر الجازم وهو الفرض، الأمر اللي غير جازم وهو السنة، النهي الجازم وهو المحرم، النهي الغير جازم وهو المكروه. بعيد عن الأربعة دول المباح، حتى المباح يحدد لو كان يضر بالناس. يعني حتى اللحمة، لحمة الحمراء، الدكتور بيقول ما تاكلش يا حمدي لحمة حمراء عشان عندك نقرس، يبقى إذا كانت تضر ما يعملها. فلما نيجي في علم في حكاية الختان دي، سنة تنظيمية وليس سنة تشريعية، يعني السنة بتاعتها للأطباء وليس للفقهاء، لأنها جزء من الجسد وليس جزء من الفقه الإسلامي، والله أعلم. معايا الأستاذة شيرين فاروق من لجنة المرأة بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني يمكن المؤتمر النهارده كان مهتم بشكل خاص بموضوع ختان الإناث، واللي كان طرح يعني من قبل الغالبية الإسلامية في الفترة اللي فاتت. يعني وجود حضراتكم النهارده من أحزاب مختلفة، هل يعني كان معناه ان انتوا لا تؤيدوا الأفكار دي؟ هل محاولاتكم لعمل مؤتمرات زي كده عملتوا ايه اكتر في المجال ده؟ هو طبعا اكيد الحزب المصري الديمقراطي يعني بيدين عملية، يعني مشروع اصلا، يعني تقديم مشروع انه يجرم الختان في حد ذاتها، لا يجرم الختان، بيدين يعني مجرد تقديم، يعني الفك، يعني هم بس فكروا ان هم يقدموا مشروع يجرم الختان. يعني هو زي ما اتقال هنا في المؤتمر، احنا بنرجع لورا مش بنطلع لقدام. لو يجرم الختان احنا ما عندناش اذن، يعني لو يجرم الختان احنا قصدي حضرتك لا يمنع، يمنع. هم بيحاولوا، سوري انا اسفه، يعني هم عايزين يمنعوا تجريم الختان. فاكيد طبعا احنا حزب مصر ديمقراطي ضد هذا الكلام. والحقيقه يعني الوضع، يعني لجنه المراه، احنا اول ما بدانا عمل كنا بنتخيل ان احنا يعني هنساعد بقى المراه. المراه عندها مشاكل يعني كفايه جدا، عندنا 30% من المجتمع مراه معيله، عندنا سيدات غير 30% اصلا بيشاركوا مع ازواجهم، يعني وفقر وبطاله ومرض، يعني عندنا مشاكل كثيره. فاحنا كنا متخيلين ان احنا بقى هنركز بقى في المهم، فاحنا فوجئنا ان احنا مجرورين فعلا من بدايه بقى خلع، حضانه، ولايه تعليميه والكلام ده كله، وبعدين دلوقتي الختان، ومش عارفه بقى هيطلعوا لنا بعد كده بايه تاني. انا شايفه احنا الحقيقه يعني احنا قررنا في الحزب ان احنا نركز بقى على فعلا المشاكل اللي بتهم المراه. القوافل الطبيه اللي احنا بننزلها لقينا عنف كتير ضد المراه، دي من الحاجات اللي احنا برضو مركزين فيها. التحرش بيمنع كمان كثير من الاطفال والبنات الصغيرين ان هم ينضموا لمدارس، يعني منطقه زي الهجانه دي الاطفال فيها ما بيدخلوش اعدادي، لان ما فيش مدرسه اعدادي في المنطقه، وعشان يطلعوا بره
بيقول لك خايفين على اولادهم، والنتيجه ان احنا عندنا بنات مش متعلمين بيخرجوا من ابتدائي في المدرسه. وكنا كمان في اللي حضرتك بتقوليه ده في ظل ده يعني سمعنا انه في محاولات من البرلمان لطرح قانون لالغاء قانون التحرش الجنسي كمان يعني. بالظبط، ما دي الحقيقه يعني اللي هو لا كمان عايز يعني يجرم يعني يخلي الراجل غير مسؤول يعني الحقيقه. عشان طيب يعني هل بقى ده يعني انه يعني خدنا بالنا من ايه الحاجات اللي ممكن تسلب من المراه، ايه الحقوق اللي ممكن تسلب من المراه يعني عشان نضع ده في عين الاعتبار في الدستور، في وضع المراه في الدستور وكل ده؟ يعني هو اهم حاجه يعني تعليم المراه ده شيء مهم جدا. الصحة محتاجين ان احنا نزود يعني في ميزانية الدولة يبقى الشير بتاع الصحة اكبر من كده شوية. فدي الحاجات اللي احنا مفروض نركز فيها. احنا بنقول ان في مكتسبات للمرأة بغض النظر هم بيدعوا ان هي مكتسبات او قوانين سوزان مبارك، لكن هي مكتسبات المفروض خلاص خدناها. بقى احنا نبص لقدام لان الحالة بتاعت المرأة حاليا حالة الحقيقة مزرية جدا. فانا مش عارفه يعني احنا لغايه دلوقتي الحقيقه احنا قاعدين بنحافظ على المكتسبات اللي اتخذت قبل كده. للاسف مش يعني حتى الان ما خطوناش خطوه واحده تجاه القضايا الاساسيه. طبعا محتاجين في الدستور حاجات كتير قوي للمراه، يعني تركيزنا كله زي ما قلت لك على المراه المعيله في اي مكان بنروحه، هو ده بيبقى دايما التركيز. دايما معظم الستات بتبقى بتشتغل وبتصرف على ولادها وبتصرف على جوزها اللي ما بيشتغلش. ومن منظمه قضايا المراه المصريه معانا نوره محمد رئيسه برنامج مناهضه العنف، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. يعني ليه جت فكره تنظيم مؤتمر زي ده النهارده والدفاع عن قضايا المراه وتحديدا ختان الاناث وتحديدا في هذا الوقت؟ هو احنا فكرة تنظيمنا المؤتمر النهاردة ان هي كانت لازم يكون في رد فعل سريع اللي احنا سمعنا عنه والقوافل الطبية اللي كانت بتتنفذ. والحقيقة احنا عرفنا ان هي مش بس داخل محافظة المنيا لكن كمان داخل المحافظات الاخرى كداعية لبعض الاحزاب والمرشحين وان هم يزكوا مرشحين الرئاسة نفس الطريقة اللي كانت اتعملت اثناء انتخابات مجلس الشعب، لكن كمان هم ابتدوا بشكل تاني بشكل اخر ان يدمجوا فيها قضايا عنف ضد المرأة او قضايا احنا مصنفينها عنف ضد المرأة، وكانت قضايا حسن فيها وصدر فيها تشريعات بتجرم الفعل ده. لقينا ان بعض الاحزاب ابتدت ان هي تتحرك وتعمل قوافل للختان، فكان لازم كمان احنا دورنا كمؤسسات اهليه ان احنا نرد بنفس السرعه برضو ونعرف الناس ان احنا على وعي باللي بيدور بينا ولازم يكون في رد فعل سريع مننا. وكمان كان كرساله للمستهدفين ان انتوا قبل ما تفكروا ترشحوا او تدوا اصواتكم لبعض المرشحين او بعض الاحزاب تشوفوا الناس دي بص القضايا النساء ازاي، لان النساء دي هي اللي وصلت الناس دول للحزب وهي برضو اللي هتدي لهم، هم اللي مطالبين يدوا لهم اصواتهم تاني للحزب ده او للمرشح الرئاسه النائب عن الحزب ده. فكان لازم ان احنا نعرف الناس وبشكل مبسط اللي بيتم او مين مرشحينهم اللي هم يختاروه. طب يعني هل اللي بيحصل ده، هل المراه بتوصلب منها حقوق هي بالفعل كانت اخذتها بعد نضال طويل؟ يعني هل احنا بنرجع سنين للوراء زي ما معظم النساء شايفه؟ اكيد طبعا، لان احنا شايفين ان البرلمان اللي كنا معتقدين ان هو برلمان ثوره هو مش برلمان ثوره، ولا كان حزب اغلبيه ولا يمثل الاغلبيه. يعني ده في تقديري انا الشخصي ان فعلا انا شايف ان البرلمان جاي كله، او ده كان كمان رد فعل او كمان ده يعني الناس وجهه نظر بعض المشاركين او معظم الناس ان هو البرلمان جاي الحقيقه ما بيناقش غير قضايا النساء، وكان كل قضايا المجتمع بتاعتنا خلصت من الناحيه الامنيه ومن الناحيه الدستوريه ومشاكل الرئاسه ومشاكل الفقر، وما بقاش في غير قضايا المراه. نلغي قانون التحرش، لا نلغي نرجع تاني قوانين النفقه، ننزل سن الحضانه، نلغي الماده الخاصه بتجريم الختان، نلغي الماده الخاصه بتجريم الاغتصاب عشان البنت السبب، وكأني خلاص بقت الست دي بقت هي ملك للأعضاء دول، هم بيقرروا وبيشرعوا وفقا لوجهة نظرهم هم واللي طرق عليهم هم. فكان كمان لازم يبقى لنا دور في دون وفي الوقت دون. هل شايفة أنه اللي حصل بقى من البرلمان تجاه المرأة الفترة اللي فاتت هيأثر في الأغلبيات الفترة الجاية؟ يعني لو جه رئيس جمهورية جديد وتم حل البرلمان وبقى فيه انتخابات للبرلمان جديد، هل الأغلبيات هتتغير نتيجة للأمور اللي احنا شفناها بقى الفترة دي؟ اكيد، يعني احنا طبعا بنبص شويه بنظره
امل وتفاؤل ان اكيد طبعا زي هيجي رئيس جديد لازم يكون على اولويته وعلى ضمن برامجه برنامج خاص للنساء، لازم النساء يبقى لهم مشاركه حقيقيه. احنا اللي بنسمعه لحد الان هو كلام على ورق، لكن ما فيش اي مشاركه اي على ارض الواقع، الكلام ده ما اتنفذش. واحنا كمان المؤسسه جزء من التحالف النسوي، هو عمل حقيقه اكتر من لقاء مع مرشحين الرئاسه وعرضنا عليهم وثيقه فيها مطالب النساء، مطالب النساء كمان داخل الدستور وداخل الجمعيات التاسيسيه ان لازم مشاركه النساء تبقى 50% نساء 50% رجال. زي ما شفنا اول ما حصل وحصلت قوافل طبيه في المنيا وحصلت شكاوي كثيره من الاهالي انه حزب الحريه والعداله بيقوم بقوافل طبيه كل يوم جمعه بعد الصلاه عشان ختان الاناث، وكانوا شايفين انه لازم يحصل تدخل وعملوا فعلا بلاغات في اسام الشرطه وغيرها. مؤسسات النسويه وعلى راسهم مؤسسه قضايا المراه المصريه كان شايفه ان لازم يبقى في تحرك سريع جدا ضد ده، لان كانوا شايفين ان ختان الاناث يعني من الحاجات اللي نضلوا فيها كتير عشان يعني يحاولوا يثبتوا ان هي يعني حاجه سلبيه جدا على المراه، وقاموا بكثير من حملات توعويه، ويعني هناك ايضا قانون يجرم ختان الاناث واللي برضو طرح من خلال مجلس الشعب للاسف انه يجر انه يعني يمنع تجريم هذا التجريم ختان الاناث، لان هم شايفين انه ده شيء مباح وان هو دينيا يعني زي ما قالوا. ولكن يمكن كنا رجعنا ل يعني بعض الشيوخ الازهر ويعني شيوخ الازهر الشريف وبعض الشيوخ والفقهاء اللي قالوا أكدوا أنه الحديث اللي بيعتمدوا عليه في تأكدهم على أن الختان سنة أو يعني الدين هو اللي بيشير إليه يعني غير صحيح بالمرة أو ضعيف جدا، فلا يمكن أن يعتمد عليه يعني كمرجع لحاجة تشريحية. ولما اتكلمنا مع الدكاترة شفنا قد إيه عواقب سلبية، يمكن اتكلمنا مع أحد البنات اللي حكت لنا مأساتها مع الختان وإزاي عانت فترة طويلة جدا لغاية ما قدرت تتغلب على ده. يمكن دي رسالة لكل أم ولكل بنت إن هي ترفض ده، ولكل أم إن هي يعني تحط نفسها مكان بنتها، أو لو هي حصل معاها ده أكيد هي كمان عانت، فما تتمناش المعاناة دي لنفسها. ومن الناحية السياسية نتمنى إنه يبقى دايما قوانين اللي بتحافظ على حقوق المرأة محفوظة، وبالعكس يعني إحنا لسه محتاجين قوانين أكثر تحافظ على حقوق المرأة أكثر، مش محتاجين إن إحنا نرجع لورا ونقلل من القوانين اللي بتحمينا ونرجع تاني الناضل عشانها. خليكم معنا دايما، تابعوا كل اللي بيحصل لحظة بلحظة.